اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من فولو اب. شو هي اخر الاخبار المتداوله واهم الترندات على السوشيال ميديا وردود الفعل عليها؟ رح نتابعها بحلقه اليوم. بداية أخبارنا مشاهدينا من السعودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الفوضويين، ويقال إنهم في قرية طفيل التابعة لمنطقة مكة المكرمة. بالفيديو رح نلاحظ إنه الشباب ماشيين عكس السير وهن ماسكين أسلحة على العلن وعم يحتفلوا بأحد الأشخاص، لكن شرطة منطقة مكة تمكنت من القبض على الشباب المخالفين للقواعد والشروط المرورية الاجتماعية في محافظة الليس بعد حملة الهاشتاغات والتعليقات على الشباب. نتابع الفيديو. عبد العزيز كان أول من علق وقال: نتمنى عدم إطلاق سراحهم إلا بعد سنة، أشغلوا رجال الأمن لا بارك الله فيهم. أيضا الغريب الحائر قال: الحمد لله صادوهم وهم الآن عم بتفسحوا في السجن. أيضا صالح علق وعم بيقول: إذا ما في عقوبة سجن من 3 سنين ومصادرة السيارات يلي معهم فهذا الشيء ما رح يفيد. في إيران انتشر مقطع متداول بين الإيرانيين عن حياة رجال الدين الملالي في إيران المعروفة بالإفراط الشديد في ظل وجود العائلات الفقيرة يلي عم يبحثوا عن أي طعام داخل حاويات القمامة. هالتفريقة عم بتصير ولساتها موجودة بإيران، وهالشي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد موجة الانتقادات الواسعة على هذا الموضوع. خلونا نتابع لقطات من الفيديو. المعتز بالله انتقد وقال: هذا كله من فلوس الفقراء يلي بيدفعوها كخمسة علشان هالأشكال بتركب أحسن السيارات، لا وكمان سبور، بصراحة مش لايقة عليه. إسماعيل أضاف بهالتعليق وقال: من يهن عليه يسهل الهوان، هم ارتضوا بحكم الملالي وعليهم أن يتحملوا الذل والهوان. أيضا قصي قال: يسرقون الناس باسم الدين والمذهب، يركبون أفضل السيارات الفارهة وأتباعهم يأكلون من القمامة. في الولايات المتحدة الأمريكية انتشر مقطع فيديو لامرأة أمريكية غاضبة على قائد مركبة بعد إيقاف سيارته على خط المشاة، وطبعا السيدة ما تركت هذا الموقف يروح بحال سبيله، فقررت أنه بكل قواها الجسدية والإمكانيات أنه تضرب سيارته وتهاجمه بكل عنف، إلا أنه صاحب السيارة ما واجهها أبدا ففضل يكون جالس داخل السيارة، شكله خاف. خلونا نتابع الفيديو. عبد العزيز علق وقال: لأنه هو غلطان ومو من حق أي شخص عشوائي يحاسبه على غلطة تقدر، فإن تصور سيارته وترسله للشرطة أما تهجم عليه وين نحن قاعدين؟ إذا كل واحد قام يطبق القانون بنفسه صارت الدنيا فوضى، الحين هو يقدر يرفع عليها قضية اعتداء وعقوبتها سجن، أما هو
غرامة بس ممكن تيجي. أيضا في تعليق عم بيقول لنوف من حقها، وليش هو يوقف بمكان غلط بالأساس؟ هو خط مشاة من حق المشاة، وكمان ليش الكل واقفين بصف هذا الرجل؟ اتعودنا انه القرود بتسرق اكسسوارات او بتسرق اشياء كتير صغيرة وبسيطة، لكن هناك قرود من نوع اخر حاولت هي القرود ان تسرق اطفال بكل جرأة بأحدى المناطق السياحية شرق آسيا. اتجه قرد متقصد إلى أحد الأزقة ليخطف أصغر طفل موجود، وبالفعل حاول القرد خطف هذا الطفل يلي بيكبر بالحجم. المقطع اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدة أكثر من 30 مليون. خلونا نتابع. أهم التعليقات كان أول العبد الله محمد يلي عم بيقول هذه أولى علامات العالم الجديد ما بعد كورونا. أيضا الكومنت يلي بعده عم بيقول تقلبت كل شيء إلا الدراجة، من وين إجت وشلون يعرف يسوقها؟ في الإمارات أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة السيطرة على حريق ضخم اندلع في أحد الأبراج السكنية المكون من 50 طابق بمنطقة النهدة التابعة للإمارة، ما أسفر عن تعرض 7 إصابات خفيفة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد هذا الحريق بشكل كامل، وإلى الآن لا توجد أي معرفة في الأسباب وراء ذلك الحريق. نتابع الفيديو مع بعض. نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صور لأفراد عائلة سورية مجتمعة لتناول إفطار شهر رمضان في بلدة أريحة بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب وسط أنقاض منزلهم المدمر. وفي الصور اجتمعت العائلة بكل أفرادها لتتناول هذا الطعام، مع أنها غير آبها بالدمار يلي حل فيها ولا حتى بأخبار كورونا يلي عم يجتاح العالم. نتابع الفيديو سوا. إلى الفلبين خرج مسؤولون محليون في الفلبين وهم يرتدون ملابس شخصيات سلسلة أفلام حرب النجوم، وهي سلسلة أفلام أوبرة فضاء ملحمية، ليفرضوا تطبيق تدابير العزل الصحي الصارمة في الوقت الذي قاموا فيه أيضا بتوزيع مساعدات إغاثة. ولفت الزعماء الشبان يلي كانوا عم يرتدوا هي الأزياء انتباه سكان القرى على أطراف مدينة مانيلا الذين تم لفت نظرهم بضرورة البقاء في المنزل. رياضياً أوقفت وحدة النزاهة في كرة التنس اللاعب المصري يوسف حسام البالغ من العمر 21 سنة بسبب تورطه في قضايا فساد والتلاعب بنتائج المباريات. وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة أنه خلال فترة 4 سنوات بين 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة على المستوى في عالم كرة التنس.
في لفتة إنسانية قام المصارع العالمي جون سينا بتحقيق أمنية طفل في 7 من عمره مصاب بمرض السرطان، وكان يتمنى أن يلتقي به، فتحدى جون سينا تفشي فيروس كورونا وتحذيرات الخروج من المنزل، وتوجه لزيارة هالطفل المصاب بالسرطان في منزله بولاية فلوريدا، وهو عم يرتدي الكمامة والقفازات. نتابع الفيديو. The first rule we tell everybody, try not to get hit by those. Try to hit people. We don't try to get hit by those, because those hurt us. Yeah, they sting like a hive of bees. Ladder, when they fall off the ladder? Yeah, if you climb up a ladder, you should come down with either one of those or a money in the bank briefcase. You shouldn't climb up to fall down. That's a long way. That night, they stay up all night, sleep all night. This is Caleb. Caleb. I'm good. Yeah. Dylan. Yeah. Haley. Haley. Oh my gosh. Is it okay if we get on a trip whole team? Yeah. Yes. It seems like King David's getting us. We are. Oh yeah. ننتقل مشاهدينا لأهم الهاشتاغات والترندات على مواقع التواصل. كان أول هاشتاغ بريطانيا، عادت النسور البيضاء ذات الظل الأبيض العملاقة للتحليق في سماء بريطانيا بعد غياب دام أكثر من قرنين من الزمن واختفاء عن الأنظار بسبب الصيد العشوائي والغير قانوني. أيضا هاشتاغ كامبا، عثرت الشرطة الألمانية بالصدفة على المدافع السابق لنادي شالكة هينك كامبا بعد أكثر من 4 سنوات على إعلان وفاته بحادث السير في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أيضا هاشتاغ نهى عابدين، أعلنت الفنانة المصرية نهى عابدين بشكل مفاجئ اعتزال الفن على الرغم من نجاح المسلسلين صندوق إكس 2 وليالينا آتي المعروضين حاليا واللي أخذت فيهم أدوار متميزة. المشاهد الكوميدية والمقالب المضحكة والخدعة السحرية يلي عم بنفذها الأطفال مع عائلاتهم داخل منازلهم عم تستمر بشكل يومي وعم تجتاح أهم منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف مقاطع من هاي الخدعة ولاقوني بحلقة جديدة بنفس الموعد. باي باي. انت قايلة لأبيك انه انا معي كورونا؟ لا. لا؟ لا. I'm better. Now but fancy. انا قالت بلكي انه عندك كورونا بلكي. مش اكيد. هيك قلتي له. وانت شو يعني حكيم؟ كيف ليه قررت انه معي كورونا؟ ما في. انا مش حكيم. ايه كيف عرفتي؟ لكن سمعت على همين عم بقدسي. عم شو قدسي؟ قدسي اتشو. بعرف شاني قدسي بعرف. ايه وشو خاص؟ So guys, we're gonna do another challenge and I'm gonna prank my dad. Let me get the things first. Okay, let's call him. Dad. Yes, Sophia. Hurry. I'm not very busy. Tell me. So, hello. I bet you this $50 mm-hmm. if you can, like, what? Just don't touch the coaster, but take this off without spilling a single drip of water. So, yeah. You have one try this time because it's super easy. Super easy? Yeah. Sophia, this is impossible, your Baba. How can I? You want me to do it? And win the 50. Okay, tfaddali, do it. Bum, what a boy. She lost. She lost. She lost. Yeah.